السلام عليكم. اليوم أخذت ابني إلى السينما ولا يوجد أحد في السينما، والفيلم سوف يبدأ بعد 5 دقائق. اليوم 5/6/2021. ولا يوجد أحد في السينما. طبعا المناطق أو الأماكن مثل السينما، واحد لازم يأخذ كورونا تيست حتى يكون بالسينما، لكنه رغم هذا ماكو أحد بالسينما، فقط أنا وابني. لكنه أخذنا شوية شيبس وكولا. الآن سوف تبدأ السينما بعرض الفيلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.